تواجدنا اليوم في معرض بالعلوم نفكر الذي يقام للعام السابع على التوالي وتنظيم من مؤسسة الإمارات للشباب. معرض جدا متميز وجدا مهم بمشاركة أكبر قدر وعدد من الطلبة والطالبات من طالبات المدارس والجامعات كذلك، لترجمة رؤية دولة الإمارات في دعم ملف العلوم والتكنولوجيا وتسليح طلبتنا وكذلك عيالنا لمعرفة أهم ما يتطلبه هذا القطاع للمستقبل. شفنا كثير من الابتكارات الجميلة والفعالة في خدمة الناس وفي خدمة البشر التي أتت من الطلبة أنفسهم، جدا فخورين بما رأيناه ونتمنى لهم كثير من الدعم كذلك إن شاء الله والتوفيق في الأعوام القادمة لكي نرى هذه الابتكارات مطبقة على أرض الواقع بإذن الله.